ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة الواسعة في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال: كتاب الصلاة باب المساجد. قال وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. قال رواه مسلم. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته. قال الله النسائي والترمذي وحسن. نعم، هنا المساجد ما بنيت إلا لذكر الله جل وعلا وإلا للصلوات وإلا لانعقاد مجالس العلم وتربية الرجال. الحقيقة المسجد بالذات، الاهتمام بالمسجد هو الحجر الزاوي الذي تنبني عليه الأمة الإسلامية، لأنه مصنعة الرجال حقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربى أصحابه في المسجد وقد أسس أصحابه في المسجد، لذلك خرجوا على الدنيا بأسرها فاستقام المعوج معهم واستوى الأمر مستوى تاما، وأيضا قد ملكوا الدنيا وعبدوا العبادة لرب العباد في مدة وجيزة من عمر الزمن. فالمسجد له هدف أصيل، وأيضا المسجد البنية لإرضاء الله جل وعلا، وإرضاء الله جل وعلا لا يتأتى إلا بذكره وإلا بنشر شرعه ويعني انعقاد ما هو بناء بالنسبة للأمة الإسلامية بانعقاد مجالس العلم وغير ذلك. ولذلك أنت ترى يعني أيضا المستشرقون لما أرادوا التخريب في الأمة الإسلامية خربوها من الداخل، هدموا الحصون من الداخل. بدأوا أولا بصناعة الرجال، مصنعة الرجال، بدأوا بالمساجد. فماذا فعلوا؟ فعلوا فيها ما فعلوا في مساجده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لتزخرفنها كما قال ابن عباس وجاب كفر مرفوع، كما زخرفت ايش؟ بنو اسرائيل. فهو الحاصل هم البيع ماذا فعلوا؟ اهتموا بها جدا، نقشا وصوره ومكانه وصوروا التصاوير للموتى غلوا، ولذلك عبدوا عزائر من دون الله في علاه، والاخرون عبدوا عيسى من دون الله جل في علاه. فهنا ابتدأوا في تخريب تهديم الحصون من الداخل بمساله المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان في اخر الزمان سنتتبع اثر هؤلاء. قال: تزخرفنها كما زخرفت ايش؟ بنو اسرائيل. وزيد عمر بن الخطاب كان ينهى عن التحميل والتصفير في المسجد، وكل مشغله في المسجد لابد ان تؤد. وأنت كما قلت أبواب المساجد الآن بماء الذهب مذهبة. وأيضا تعالى انظر إلى جدران المساجد، إما مكتوب عليها أسماء الحسنى، إما مكتوب عليها أسماء الصحابة. المهم مشغلة للناس عن الصلاة. فجعلوا المساجد كالقصور، وهي لا تكون قصورا، هي تبني القصور لكن لا تكون قصورا. فشغلت الناس عن الأمر الرئيس، وهو مسألة بناء الرجال، مصنعة الرجال. وأيضا يعني جعلوا المساجد توقيتا لخلوها عن هدفها. المساجد أهم شيء فيها بعد الصلاة إيش؟ عرض مجالس العلم، صحيح ولا لا؟ جعلوا لها توقيتا، توقيت الصلاة ثم تغلق، ولا شيء بعد ذلك في المساجد، ليست مصنعة للرجال، بل قد تكون يعني مساجد ضرار، يعني يعملونها من اجل ضرب السنه وضرب اهل السنه في ذلك. لذلك اشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل لا ردها الله عليكم، فان المساجد لم تبنى لذلك. فهنا من سمع رجلا ينشد ضاله يقول: من راى جملي الاصفر والاحمر يقول بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يفعل ذلك فقولوا له لا رد الله عليك تجارتك، لا رد الله عليك ضالتك. مع انه الاصل من السنه هو الدعاء لاخيك المسلم، لا الدعاء عليه، ده الاصل في السنه. فمعنى انه يبيح لك ان تدعو عليه، هذه معناها ايش؟ معناها ها؟ لا، معناها انه
أنه خالف، خالف لذلك استحق الدعاء عليه، ما استحق الدعاء له. لما نشد الضالة استحق الدعاء عليه، لا الدعاء له. لذلك قال: من سمع رجل يمشي بالضالة في المسجد فليقل لا رده عليك، لا رده الله عليك. ففيها أول شيء الإنكار على علو الصوت في المسجد، وفيها أن المساجد لا تعلى فيها الأصوات. ولذلك عمر بن الخطاب لما رأى حسان ينشد أنكر عليه، نظر إليه إنكارا، نظر إليه إنكارا. وما نجى حسان من عمر إلا أنه قال أبي رأى أنشدك الله، أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هجوم وروح القدس معك. وأيضا لما رأى رجلين اعتلت أصواتهما في المسجد قال تعالى من أين أنتما؟ فجعوا، قالوا من الطائف، قالوا لو كنتما من هنا لأوجعتكم ضربا. أتعلوا أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك على صوت بن شاد الضالة كان العقاب في هذا الباب هو الدعاء عليه. والمساجد لم تبنى كما قلنا إلا أن يرفع فيها ذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ففيها ذكر الله. وفيها والرجل الذي دخل فبال في المسجد قال إن المساجد لا تصلح لأمر الناس من شيء، إنها ما بنيت إلا لذكر الله تعالى في علاه والصلاة والخشوع. وفيها أيضا جواز الدعاء على من يخالف الشرع، فيها جواز الدعاء على من يخالف الشرع. وهذه أعظم من يجوز الدعاء عليه، ومن المبتدع، لأنه أكثر من يهدم الشرع حقا ويهدم السنة، فهو يدعى عليه، يعني يدعى عليه. وإن كان الأولى يدعى له لعل الله تعالى يعني يهديه، لكن هنا التنصيص على أن من أتى بمنكر في المسجد علنا ينكر عليه علنا. فقال قل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى، كان عقابا. ولذلك فيها قاعدة كبرى عظيمة جدا: لا يصمر إلى ما يريد إلا إذا أتى به من بابه الصحيح. هو يتمنى رجوع الضالة وهو يحتاجها، لكن لما أتاها من باب يعني ليس من بابها، فقد نقول يعذر بالجهل. لما يدعى عليه يعذر بالجهل؟ نقول الجهل قد يرفع بالسؤال، لا سيما أنه في المسجد، وأنه يرى الناس ما يشغلهم إلا الصلاة وذكر الله جل في علاه. هناك حديث: جانبوا مساجدكم مجانينكم وصبيناكم ورفع أصواتكم، وهذا حديث لم يصح. قال الحنابلة: من وجد الضالة فيحرم عليه أن يدل صاحبها على أنها موجودة، يعني عدها من الإنشاد أيضا. قال: إن كان هذا أنشد الضالة فهم أنشدوا صاحبها. متصورين مسألة؟ لما وجد ما يقول وجدنا كذا، وهذا صراحة يخرج عن إنشاد الضالة، هذا ليس إنشاد الضالة. لكن لما كانت دعاء لصاحبها قال شبهت إنشاد الضالة، فهو إنشاد لصاحبها. فلجنة حاملة أوقعوها ذلك تعظيما للمساجد، وإن كان الأمر في ذلك سهل يسير. والأولى من ذلك يكون خلف مستحب يكتب ورقة في خارج المسجد: وجدنا شيئا من صاحبه يأتينا. إذا هذه المسألة يعني مسألة إنشاد الضالة لا تجوز، لأن المساجد بنيت من أجل ذكر الله جل وعلا والصلاة، وأيضا من أجل مجالس، أن يأخذ مجالس العلم. كل مسجد يعني قد خالف ما بني له لا يكون إلا مسجد ضرار، إلا مسجد ضرار. يعني المسجد الذي انتشرت فيه البدعة هذا مسجد ضرار، لا يجوز الصلاة فيه، ولا يجوز دخوله، ولا يجوز تعميره، ولا صح أن يقال فيه أنه بيت من بيوت الله. المساجد التي انتشرت فيها البدعة لا يصح أن يقال فيها أنها بيت من بيوت الله قط، فلا يجوز تعملها أيضا. والمساجد التي بنيت للرياء والسمعة وللتفاخر مساجد كأنها قصور، تدخل النجفة في المسجد بخزينة أمة، النجفة الوحيدة في المسجد بخزينة بلدة كاملة. هذا أيضا يعني قد يقال أن تعميرها ليس من السنة. المساجد التي بنيت للدنيا لا يصح أن تكون للآخرة بحال من الأحوال. تبقى لنا المسألة الثانية، مسألة
هي مسألة إنشاد صاحب الضالة. يقول من ضاع له شيء في المسجد وجدنا كذا وكذا. الصحيح الحنابلة قالوا لا يجوز، والصحيح أنه جائز، ومع ذلك الخروج من الخلاف مستحب. تكتب ورقة على بوابة المسجد تغني عن ذلك. ثم الحديث الثاني، حديث إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، لو رواه النسائي والترمذي. لما خالف الوجهة كانت العقوبة على نفس الوتيرة. لما خالف الوجهة كانت العقوبة على نفس الوتيرة. هنا من كما قلنا من العقوبة لما خالف كان الدعاء عليه. قال وإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، في ذلك الإجارة. من ذلك أمر الإخوة ما كانوا يعني يعملون الآن حساب، وهو مسألة إعلان الصفقات، إعلان العمرة. شوف إعلان العمرة، هنا الناس يقولون عمرة وذهب، هذه إجارة، والإجارة فرع على البيع، لا يجوز. كل الإعلانات الموجودة في المساجد معلقة أو في شيء من ذلك أو بيعلنوا فيها في المسجد، كل ذلك لا يجوز. هذا أيضا من البيع في المسجد لأنه فرع عن البيع. ساعات بعد الصلاة مثلا صلاة الجمعة مثلا بيوزعوا مثلا ورق للحج والعمرة والحاجات دي، ده تدخل الأمر برضو؟ لو داخل المسجد لا يجوز. داخل لو داخل المسجد لا يجوز. هذا عن إيجارة، عن بيع، فيعتبر من البيع. ولذلك من باع أو ابتاع في المسجد يقال له لا أربح له تجارتك، عقوبة له. فهذه الإعلانات كلها لا تجوز، ولابد أن تقطع، ولابد أن يقال لهم لا أربح الله زيارتكم، حتى يبقى المسجد على ما بني له وهو ذكر الله جل وعلا. وأعظم ما يكون في المساجد هو إقامة العلم. رواه مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ومن هنا تصان المسارد عن اللعب أو عن غيرها من الأمور إلا ما جاء من الأدلة على الجواز فيها، وتصان من أي شيء يخالف الذكر والعلم. أقول إخوتي الكرام، يستثنى من ذلك قضاء الدين، يجوز قضاء الدين في المسجد. حسنا بحضرة في المسجد كان يعني عالت أصواتهما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، ولما علم بالدين قال أنضع الشطر، فقال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فرضه. فقضاء الدين في المسجد جائز. مستثنى من ذلك أيضا بعض ما يكون فيه المزاح بين الإخوة، وهذا ليس على التكثير ولكن فقط على الجواز، أو في الأعياد اللعب بالحربة وغيرها، كل ذلك جاءت الاستثناءات بها. لكن الأصل في هذا أن المسجد ما بني إلا لذكر الله جل وعلا، وإلا لنصرة الدين، وإلا لنصرة الدين، ولا يتأتى ذلك إلا بإقامة مصنعة الرجال في هذا المسجد، هذا البيت الذي قد خصه الله بهذه الخصيصة لهذه الأمة. على الأطفال يعني الطفل ضايع كده نقول ولا رد الله عليك؟ لا، أيضا لا يجوز. لو قال ولد ضاع قل لا رده الله عليك. شيخ، لو يغلب على المساجد لا تبنى لذلك. نعم، لو غلب على ظنه ان الشيء المفقود في المسجد فعلا زي بضاعه شخصيه او حاجه لا ينشدها برضه. طبعا يكتب ورقه على باب المسجد، ولو قلنا لقيت ولقطه المصلحه تقتضي ذلك، لان لا يتنافى مع كلام المسجد وهيبته. هو احنا نقول بعيدا ايضا نفس الامر الضال، حتى هذه لا تنافى مع هيبه المسجد. يعني رجل ما يقول جملي ملكي ما عندي إلا هو ناضحي، هذا الذي أصل به إلى بيتي، لو ما وصلتش لبيتي أضيع. والولد الدنيا نفس الأمر. يعني هي المسألة الآن، ما الفرق بينهما؟ أي يعني كيف يقال بأنه لا تضيع هيبة للولد؟ لما نقول له هو فرق بين الخطأ وقول له خطأ، المسألة كلها فيها إنشاد وما فيهاش إنشاد، فيها إنشاد. ولو كان أمر يعني مستثنى لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم. أين الدليل على الاستثناء؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينشد الضالة في المسجد عموما. الضالة هنا بالعموم ألف لام مستغرقية. فمن خرجوا وقال الولد ليس ضالا. الولد ضال، يعني هو أصلا أما يقول ضل عني ابن الطريق ولا ما يقول؟ وما معنى الضالة؟ كل ما ضل الطريق،
فقد هذا معنى الضل. ممكن يكون الشيخ في مخرج ان هو مثلا يطلع ورا المسجد ولا يمسك الميكروفون ويقول خلاص ماشي انا كان امر اخر انه ينشد ولده في المسجد في هذا الباب، ولو كان الامر خطير فلو كان لاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين. وهو هنا المساله ما دام فيها فارق لابد ان يظهر فيها الفارق يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لان الحاجه ماسه الى ذلك. فالحقيقه ان المساجد لم تبنى حتى ولو كان للولد، لم تبنى لذلك. فنقول له الان طيب بس لحظه، خرجت اين الدراع التخريج؟ بس اين الدراع التخريج؟ اما عندك اثر او نظر، ما عنده اثر لن يجد اثر. طب النظر اين هو؟ نفي الفارق؟ اذا كان العله واحده وهي ايش؟ ضل. ضل؟ نعم. هو ما معنى ضل؟ مش مفقوده. فهو الامر واحد. فلو قال انا اقول بنفي الفارق، اقول بوجود الفارق ويجوز انشاد الولد، اقول له هات الدليل. هما واحد الان سواء، هات الدليل على الفرق. لو انها لو افترضنا شكلها كلمه ضاله في اللغه ما تنطبقش على 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 البني ادم. كيف ذلك وقد ضل السبيل؟ ووجدك ضالا فهدى. مثلا كلمه ضاله، ما هو مثلا دي مثلا خلاف في السوره يا حبيبي. ماشي، لو افترضنا يعني ان كلمه ضاله بالتالي وخلاص قول لي تنزل مع الخصم. مثلا نعم، لو تنزلنا لكلمه ضاله بالتالي مربوطه ما نقول المساله ليست على الحصر، على التمثيل. لان المنهي عنه ايه؟ الانشاد في المسجد، ان يستخدم المسجد فيما بني له. بني الانشاد الولد، بني ليه؟ قال ذلك هو. فاهم؟ لو انت شفتها سطح المسجد، نعم، في لو كانوا معتكفين وكانوا يتمثلوا، بتقول ايه؟ لو كانوا معتكفين ويفطروا فوق سطح المسجد وضعت ليه وضع لي شيء وهنشوف فوق سطح المسجد. ما الهواء تابع للقرار. وخلينا يا شيخ الميضه ممكن ما تكون مش من المسجد، ممكن الميضه تكون مش من المسجد، لا سيما وهي فيها اماكن قضاء الحاجه. طب لو احد بيسال مثلا من بجانبه كده برضه الانشاد؟ الانشاد انه يعلنها على اعلن. الصلح في المسجد ايضا يجوز. الصلح في المسجد يجوز. لو العكس واحد لقى حاجه شيخنا وبيقول للناس ضاعت منه، يعني واحد لقى ساعه. خلاص يا معلم. نعم، اللي لا، ما قلنا احمد قال ان قال من فقد ساعه ده يعتبر ناشد الضال نفسه، يعني صاحب الضال. شوفوا هو حتى احمد هنا اعطى صاحب الضال ايه؟ الحكم. نشدته وقال هذا تنشد، لا، مع ان هو ما انشدش ضال، لا، ده هو بيقول له من ضاع منه شيء فهو عندي، انزل صاحب الضال منزله الضال. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.